السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي على اليوتيوب يوميات ام زد او يوميات ميزو. النهارده اقدم لكم طريقه الطعميه او الفلافل المصريه بطريقه سهله. معايا فول مدشوش طبعا منقوع ومغسول ومتصفي كويس، بصلايه متوسطه، ملح، شطه وتوم، 4 5 فصوص توم كده، وكمون وبهارات وخضرة اللي هي شبت وكزبرة وبقدونس طبعا متقطعين ومغسولين ومتنضفين كويس ومتصفيين. تعالوا يلا نشوف هنعمل ايه. هنجيب الكبة بتاعتنا وهنحط الفول فيه. طبعا زي ما قلت لكم، هو الفول بيبقى منقوع في ميه كده لمدة يوم، بعد كده بيتصفى بيتغسل وبيتصفى كويس من المية اللي فيه. تعرفين احنا داخلين على شهر رمضان، فالحاجات دي تبقى موجودة في البيت لو بنجهزها من دلوقتي وبنشيلها في الفريزر عشان يبقى الوقت والكلام ده كله. تعمل حاجة نظيفة وسهلة. هنضربه ضربة كده في الكبة، هي لفة كده بس. ان ايه، نضرب الفول ده، فول مدشوش طبعا. هنضرب الخضرة كمان، كل حاجة كده هنضربها لوحديها الأول ضربة كده، وبعدين هنخلطهم مع بعض. طبعا أنا مستني دعمكم، كل ما اللي هيشوف الفيديو ويعجبه طبعا اللايك، تعليق، الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ده الخضرة والبصل والثوم. بعد ما ضربنا البصل والخضرة والثوم، هنضيف الفول المدشوش اللي ضربناه قبل كده ضربة عشان نضربهم سوا بقى مع بعض. وهنضربهم بقى سوا مع بعض، الفول المدشوش والخضرة والبصل والثوم، لحد ما ينعموا الدرجة اللي احنا حابينها. وبعد كده هنحط لهم البهارات بتاعتهم اللي هو الشطة والكمون والبهارات والملح، وبرضه هنضربهم ضربة تانية. هنا وصلت للدرجة اللي انا حبيبها، اضيف لها بقى بهاراتها واقلبها كويس زي ما قلنا، الملح والكمون والبهارات والشطة، كل واحد برضو حسب ما بيحب. وطبعا قبل ما بنحمرها في الزيت بيتحط لها البيكربوناتو، دي طيب بتتجاب طبعا من عند اي عطار.
هنا بقى نجيب طاسة فيها زيت وهنسيبها تسخن، وتبتدي نعمل الأشكال الطعمية اللي احنا حبينا بقى، إذا كانت أقراص للأطفال ممكن نعملها مثلثات مربعات عاملة زي الكفتة، طبعا زي كل واحد بيحب، بس احنا طبعا كلنا متعودين على شكل القرص الطعمية اللي هو المدور. فأنا هنا عملتها كده وبحمرها وبقدم معاها طبعا عيش بلدي أو شامي وسلطة، وبتاكل أحلى سندوتش. بصراحة ما اقولكوش على ريحتها طالعة عاملة ازاي، ريحتها بصراحة يفتح النفس، مختلفة عن اي عجينة بتجيبها من بره او اي حاجة، برضو الحاجة اللي في البيت بتبقى لها ريحة ومذاق مختلف ومضمونة من عمايل ايديا، نظيفة وزي ما انتوا شايفينها كده سهلة جدا، وده شكلها. والباقي بعبيه في اكياس على قد الاستخدام اليومي، كل ما بحتاج بطلعه بسيبه في الديب فريزر. وطبعا كل سنة وانتوا طيبين، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وزر تفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع تحياتي.